مدراء دوائر مختلف مدراء دوائر محافظة كركوك. وأنا أريد أن أشكر أخي وصديقي كاك ريبوار لتعاونه معنا، ونحن على اتصال مستمر بشأن جميع المسائل وخاصة بشأن هذا الموضوع. نحن بدأنا بعض الاجتماعات مع دوائرنا قبل أسبوعين، وطلبنا منهم تزويدنا بجميع المعلومات عن مصاريفهم، وارداتهم، رواتبهم، ولدينا جميع المعلومات. قمنا بهذه الخطوة حتى نتمكن من اتخاذ القرار المناسب مع وجود معلومات دقيقة وليس بمعزل عن المعلومات التي نحتاجها، لأن نحن نرى أن إحدى المشاكل في العراق عندما يتم وضع خطة مالية أو استراتيجية في أي نوع كان هو عدم وجود المعلومات الكافية، وأكثر القرارات تتخذ بصورة اعتباطية. ونحن عندما طلبنا من الدوائر بأخذ المعلومات وطلبنا من مجلس المحافظة بأخذ هذا الاجتماع اليوم، ليس في نيتنا خلق مشاكل مع الحكومة الاتحادية مع الوزارات، وأنا أقولها بصراحة ومن خلالكم، اطلقوا استحقاقاتنا وسوف نلغي جميع المقترحات التي قدمناها لمجلس المحافظة، ولن يكون هناك حاجة لإرسال وفد لبغداد لتوضيح هذه المطالب والمستحقات، وإنما نشكل وفد من الذهاب إلى بغداد وشكر الإخوة في الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن يأخذوا قرارا عندما يسمعون من خلال قنواتكم بهذا. كركوك لم تستلم أي مبلغ من حصة البترودولار لسنة 2013، والمفروض كان يصل في سنة 2014، ولم يحصل أي تمويل من حصة البترودولار لسنة 14 والمفروض نأخذها السنة. وطبعا بالنسبة لهالسنة أيضا يعني ما نعرف إلى الآن الكميات والمستحقات كركوك. كركوك لم يستلم ولا دينارا من حصة تنمية الأقاليم المقرر له إلى الآن، ونحن في منتصف الشهر السادس. كركوك استضاف أكثر من نصف مليون نازح، أكثر من 115,000 عائلة في كركوك من المحافظة. فتحنا جامعاتهم تكريت والموصل في كركوك، فتحنا لهم مدارس، أكثر من 55,000 طالب يدرسون في مدارسنا. كهرباؤنا استحقاق كركوك المقرر من وزارة الكهرباء 4.2، مع العلم أن تنمية الأقاليم حصة كركوك 4.6، لا أعرف لماذا قللوها. والآن مع النازحين يعني نفوس كركوك أكثر بثلث العدد الأصلي اللي هو أكثر من 1.5 مليون، يعني هسه نفوس كركوك مع النازحين أكثر من 2 مليون نسمة. ولكن بدل أن يزيدوا حصة كركوك من الكهرباء الوطني حقيقة قللوها، احنا هسه ناخذ أقل من 65% من مستحقاتنا. أين هي مستحقات النازحين من الأدوية؟ أين هي مستحقات كركوك للتنظيف؟ وصلتنا وتصلنا خلال الأشهر الماضية كتب من وزارة المالية بإرسال تنظيف الموصل ورواتب المختارين إليهم، ولكن حصة عقود البترودولار اللي أكثر من 5,000 دينار 5,000 عددهم إلى الآن لم يستلموا أي راتب من الشهر الثاني عشر من العام الماضي وإلى الآن. أجور التنظيفات كركوك لا تصلنا، أجور تنظيفات مستشفيات كركوك لا تصلنا، لم يكن هناك زيادة
في حصة كركوك من المواد الطبية. هاي كلها معاناة نحن نعانيها في كركوك. صرفت مستحقات بعض المحافظات من البترودولار ونحن نطالب بنفس النسبة التي صرفت لهم. القرار اللي متخذيه احنا في إدارة كركوك ليس قرارا سياسيا، أريد أن أؤكده على هذا، وإنما قرار اقتصادي لخدمة مواطني كركوك من العرب والكرد والتركمان والشيعة والسيع والسنة والكلدو آشور والجميع. فاليوم وصلنا خبر مفرح، خلي شوية الجانب الآخر همينا نحكي به، أنه محافظة تكريت اتصل معي رئيس المجلس المحافظة، سوف يبعثون بسيارات بوجبات مختلفة لإرجاع مواطني كركوك النازحين، مواطني تكريت النازحين في كركوك. فإن شاء الله التسهيلات بالطريق يكون سهلة ولن يكون هناك عوائق كما يحدث مرات في بعض المسائل. حصة كركوك من البنزين 1,300,000 لتر، نحن نستلم وبصورة متقطعة حوالي 250,000 وبصورة متقطعة. لكن مع هذا إدارة كركوك بالعمل مع الأخوة في غاز الشمال ومستشارنا المتمكن جدا كاك هونر والأخوة في المنتوجات والآخرين، تمكننا على الأقل من إيجاد حل ليس من الأمثل ولكن إيجاد حل لتمشية أمور مواطنينا. بدل أن يزيدوا حصة كركوك بإعطاء حصص محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة ونينوى، قللوا حصتنا. فأرجو أنكم كقنوات إعلامية أن تنقلوا ما تعاني منها كركوك بأمانة، وما نقول لهم أن ينقل بأمانة وليس بتحريفات. أكرر مرة أخرى، إذا اليوم هسه خابرني وزير المالية أو سيد رئيس الوزراء أنه إحنا نعرف أنتم مغدورين وإحنا ناسيكم، بس خلال أسبوع توصلكم هالمبلغ للتنظيف، هالمبلغ للقروض مال المقاولين مالتنا، يعني مقاولين مالتنا أنا أريد أشكرهم، يعني صبروا وهواية ويانا، عقود البترودولار صبروا وهواية ويانا والكثيرين. ما أريد أطول، إذا أكو أسئلة نجاوب، وأني دقيقة كاغريبوار خلي دقيقة. اليوم طبعا اجتماع مجلس المحافظة هي لمناقشة المذكرة المقدمة من قبل سيد المحافظ لحول معالجات الوضع المالي والاقتصادي في محافظة كركوك، شرح بالتفصيل ما هي محتوى المذكرة. المهم مجلس المحافظة وصل إلى نتيجة بتشكيل وفد مشترك مع الإدارة لزيارة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس رئاسة الجمهورية ووزارات ذات العلاقة لمعالجة الأمور بخصوص ما يتعلق بالفقرات التي أشار إليه، الكهرباء، المنتوجات، النازحين بكافة مستحقاتها، إضافة إلى مستحقات المحافظة من مشاريع لأعوام 2013 و14 و15. تم التصويت بالإجماع على تشكيل هذا الوفد المشترك. الوفد يجتمع مع الوزارات والرئاسات الثلاث ويتخذ تقرير، يقدم تقرير مشترك إدارة ومجلس ويعرض على مجلس المحافظة لاتخاذ الإجراءات المستقبلية فيما إذا إن شاء الله وصلنا إلى نتيجة لتحسين الواقع الاقتصادي. أريد بس أضيف، شكرا كاك الريبوان، أريد بس أضيف أنه يعني الوفد مو فقط للزيارة ونرجع ونسمع ووعود، أريد حقيقة خطوات كونكريتية، خطوات واضحة، وأنا أريد عن طريق أخي كاك الريبوار أن مهام المجلس مهام كبيرة، ومواطني كركوك ينظرون إلى المجلس باتخاذ القرارات الجريئة وعدم اللجوء إلى مسائل هامشية لا تهم، لا تتصل بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال. مثل ما ذكرت في اجتماع مع مجلس المحافظة، عقود البترودولار، تنظيف المدينة، تنظيف المحافظة ومسائل أخرى والمقاولين كلهم في انتظار قرار جريء
من قبل مجلس المحافظة، لنتمكن كإدارة مع مجلس المحافظة من تضمين حقوق واستحقاقات محافظة كركوك مع تقديرنا للوضع الذي يمر به الوطن في محاربة داعش. ولكن العراق ليست دولة مفلسة، العراق ليست دولة فقيرة، نحن نبيع النفط، ما عدا شهرين نزل سعر النفط إلى أقل من $50، اليوم سعر النفط وخلال الأشهر الماضية والأسابيع الماضية في منتصف الستينات. فنتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى بغداد، وأنا متأكد أن دولة رئيس الوزراء والأخوة الوزراء والمعنيين سوف يعيرون اهتماما بحاجاتنا لنتمكن العمل مع بعض لمحاربة داعش وطردهم من العراق بصورة نهائية. شكرا. باشا إعلاني شيبكنا قريبوها سؤالك يا أبو منا.